الحمد لله والصلاة والسلام ونتمنى لك مرار على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. هناك أمور إن شاء الله لا تفطر ويكثر السؤال عنها كقطرة العين، وهذا اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وأيضا التحاميل وليس الحقنة الشرجية، وأيضا قطرة الأذن وهذا اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، بخاخ الرب أيضا وهذا اختيار اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. شريطة ألا يكون بخاخ الرب هذا الذي يكون نوع الباودر، إنما هو يكون محض هواء فقط لا مانع منه، وأيضا بخاخ الأكسجين، إبر الأنسولين، وهذا اختيار الدين دام شعب العثمين، أيضا إبر التخدير الخاصة بالأسنان والحشو والتنظيف، قلع الضرس أو ما يسمى بقلع العصب إلى غير ذلك، العطور أيضا استخدامها واستنشاقها، وليست العودة، العودة من استنشقها يفطر. تحليل الدم برواد البروادين 5 ملي و 10 ملي، أما الفجامة أو التبرع بالدم اللي هو نص لتر ولتر هذا يفطر. السواك الأصلي هذا اللي بدون نكهات هذا لا شيء فيه. أيضا بالنسبة لبلع النخامة، الصحيح في بلع النخامة والله أعلم أن هذا بلع النخامة إذا النخامة نزلت من الأنف أو خرجت من الحلق إلى الفم ثم ابتلعها، والله أعلم الراجح فيها أنها تفطر. قطرة الأنف لا تفطر إلا إذا دخلت إلى المعدة، وهذا في المجمع الفقهي، في فتوى المجمع الفقهي واختيار الشيخ بماز واللجنة الدائمة، ولذلك يفضل أن تكون في الليل ولا تكون في النهار، من غالبا تدخل إلى المعدة. رعاف الأنف أيضا، قلع الضرس، دواء الأدوية الغرغرة وغسول الفم ما لم يدخل المعدة أيضا لا شيء فيه، وبالغ في الاستنشاق ما لم والمضمضة ما لم تكن صائمة. معجون الأسنان إذا ما دخل إلى المعدة لا شيء فيه أيضا. تذوق الطعام بدون بلع لا شيء فيه. القيء بدون عمد، قال عليه الصلاة والسلام من استقاء فليقضوا من زرع، والقيء فلا شيء عليه. الإبر العضلية، الإبر الوردية الجلدية، وليست المغذية، الإبر المغذية مفطرة. كل هذه الأشياء إن شاء الله لا تفطر. أسأل الله لكم صوما مقبولا ومغفرة من الذنوب، وصلى على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.